بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فهل صحيح أن الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أجاز مساكنة المرأة الأجنبية للرجل؟ وهل صحيح أنه لم يعاقب من عقد على أمه عقد زواج على محرم من المحارم فعقد على أمه؟ هل صحيح أن أبا حنيفة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه لا يحكم بعقابه؟ بدأت هذه القصة مع الشيعي الرافضي الخبيث ياسر الحبيب، فهو متخصص بمثل هذا، والناس في حالة جهل في كثير من الحالات وعدم معرفة وعدم اطلاع على مذاهبهم الفقهية، فقال لهم إن أبا حنيفة رحمه الله إذا ما عقد الإنسان على محرم لا يعاقبه، هذا افتراء على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وكذب صريح على الإمام الأعظم أبي حنيفة. وطالما بينت هذا أثناء تدريسي للفقه ودروسنا مسجلة، استمعوا إلى شرح قدوري وإلى كتاب الحدود، في كل موضع ننبه حينما يقول الفقهاء لا يحد ليس معناه أنه يذهب إلى بيت أبيه وأهله مع الشكر. كلمة لا يحد، ما هو الحد؟ الحد عقوبة شرعية مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى ولم يتركها للقضاة ولا الأئمة، فلا يستطيع أن يخالفها الإمام الأعظم بأن يسن تشريعات تخالفها، هذا يكون معصية وارتكاب وافتئات على الله سبحانه وتعالى، وإذا أنكر حكم الله تعالى لا يكون مسلما، ولا يستطيع القاضي أن يتصرف فيها، لذلك سميت حدودا. إيش يعني حدود؟ يعني هذا حد لا يمكن لك أن تزيد أو تنقص عليه. طيب، أحيانا، وهذا يسمى في علم القانون بالثغرات القانونية. ما هي الثغرات القانونية؟ الجريمة مكتملة تمام الاكتمال في ركن مادي وركن معنوي، ولكن يوجد أثناء الإجراءات خلل معين فلم تتكامل من أجل الجريمة، عند ذلك القاضي لا يستطيع أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها. طيب، ماذا وراء هذا؟ افهم البيئة التي كانت في ذلك الزمان. متى توفي أبو حنيفة رحمه الله؟ توفي سنة 150 للهجرة. المجوس كانوا موجودين أم ليسوا موجودين؟ كانوا موجودين. هناك منهم من أسلم؟ نعم. وهناك منهم من أسلم ولم يتعلم أحكام الله تعالى؟ هذا كثير. أبو حنيفة أصلا رضي الله تعالى عنه من الفرس، أبو حنيفة فارسي، فهؤلاء الفرس المجوس بدياناتهم المانوية المزدكية على الدرجات بين هذا الزرادشتية، يوجد عند بعضهم وعند الفرق الشائعة منهم الكبيرة القوية من يبيح نكاح المحارم إباحة تامة، وهو زواج رسمي عندهم. طيب، هذا عقد موجود، الشريعة أبطلته وحكمت بعدم اعتماده، وهو عندنا من أكبر الكبائر، صحيح، وأبو حنيفة لا ينكر هذا، ولكن مع هذه الشبهة وهذا الاختلاط من أناس دخلوا حديثا في الإسلام
طيب أسلموا صحيح، ولكن لا يزال عندهم مشكلات، فهو يراعي الظروف التي كان فيها أولئك الناس. طيب بلا شك في دار الحرب دار الكفر لا نطبق الحدود، في دار الإسلام فعلوا هذا الشيء وعقد على هذه المرأة، فماذا نفعل؟ نفعل نعاقبه. الفقهاء حينما يقول لا يحد ليس معناه اذهب إلى بيت أبيك وأمك ومع السلامة، لا، معناه انتقلت العقوبة إلى تقدير القاضي. فافهم هذا أيها الإنسان. عجبت حتى ممن يدافع عن أبي حنيفة رحمه الله رضي الله عنه لم ينتبه إلى هذا. يعني إذا قال الفقهاء وذكروا جريمة من الجرائم وقالوا لا يحاد، ليس معناها أن هذا يذهب إلى بيت أهله، إنما معناه العقوبة المحدودة المنصوص عليها هذه لا يعاقب بها لوجود شبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادروا الحدود بالشبهات. طيب ثم القاضي يقدر له عقوبة، ربما القاضي يحكمه بالسجن 20 سنة. نعم يستطيع هذا، وهذا بابه مفتوح، يعاقبه عقوبة فيها تنكيل شديد، يشهر به، يفعل به ما يشاء. ولكن هل يحد الحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادروا الحدود بالشبهات. وعندي هنا صورة عقد، المحل باطل، واتفق أبو حنيفة مع أصحابه مع جميع علماء الإسلام على أن هذا زنا، وهو من أقبح أنواع الزنا، وهو عند الله زاني ووقعته سوداء عند الله تعالى. ولكن هل أستطيع أن أطبق عليه العقوبة المنصوص عليها؟ لا، لا أستطيع. مسألة فقهية دقيقة جدا، مراعاة لظروف معينة كانت موجودة في ذلك العصر أثناء توسع الدولة الإسلامية. يعني لأجداد هذا ياسر الحبيب، يعني أجداده من المجوس وأمثالهم كانوا هكذا، كانوا يعني ينكح الإنسان أمه وكذا، فهذا الذي حصل. فأبو حنيفة رحمه الله راعى هذا الجانب. بقي قضية المساكنة. ما هي المساكنة؟ اسمها في الشريعة الأخدان، ولا وغير متخذي أخدان. الأخدان ما هي؟ المرأة تتخذ رجلا تعيش معه أو يزني بها، وهو يعني يفعل بامرأة كذلك، اسمه الزنا هذا. فإذا ما وقع ورفع الأمر إلى القاضي أقام عليه الحد إذا قامت الشروط الموجودة من الشروط، مثلا الاعتراف، ما اعترفوا بالزنا خلاص، لم يحصل اعتراف، حصل حبل دون إكراه، إذن هذا واضح علامة على الزنا. لم يحصل حبل ولا اعتراف، جاء 4 شهود ورأوا هذا الفعل بأعينهم واتفقوا على هذا، فهذا اسمه إيش؟ وهي شروط صعبة جدا. نقص أو اختل شيء يسمى هذا ماذا؟ يسمى شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. طيب وجدها معه رجل فأخذها، فأخذها أو قبلها ولم يعني يرتكب معها الفاحشة، يعاقبه القاضي عقوبة تعزيرية شديدة. نعم القاضي يفعل ما يشاء في هذا الباب، لكن لا يفعل الحدود، لأن الشرع قد نهى عنها إلا مع وجود الشبهات. طيب ما سبب قصة هذا الأمر المساكنة؟ محامي ديوث من مصر، سمعت اللقاء مع الأسف الشديد وهو يتكلم، حتى المذيع يستغرب غاية الاستغراب، يقول هل ترضى لابنتك أن تفعل هذا؟ يقول لا، ليس لا فيما بعد، يعني بعد 20 سنة ما عنده مشكلة في هذا الأمر. وصلت الدياثة إلى هذا الحد. أنا أستغفر الله تعالى من هذا الكلام، لأنه قد يكون فيه إشاعة للفاحشة. ولكن الذي حصل ما هو؟ الذي حصل أن هذا انتشر ونحن في عصر ترند، وجاء الجهول يقول إن أبا حنيفة رحمه الله لا يعاقب بالحد. لا يفهمون كلام أبي حنيفة رحمه الله. ماذا قال أبو حنيفة رحمه الله؟ أيضا نظر إلى صورة العقد فقال الشبهة،
يوجد عقد بينهما، هذا المساكنة الشيطانية هذه، لكن في عقد، فيقول لا يعاقب ولكن لا أستطيع أن أحده إلا إذا حصل مثلا اعتراف بالزنا، مثلا حصل زنا ولكن يوجد شبهة للعقد، وشبهة العقد مؤثرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إدراء الحدود بالشبهات. وحينما يقول لا يحاد كما قلنا سابقا، ليس معناه أنه يترك، إنما يعاقب بعقوبة أخرى. فانتبهوا لهذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.